ونبقى الآن مع أبرز ما اخترناه من الصحف والمواقع الإلكترونية والبداية مع الأنباء الإلكترونية التي كتبت مصادر بكركي أشارت للأنباء الإلكترونية إلى أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمطارنة الموارنة يسعون لخلق نوع من التراكم الذي هو عبارة عن رسائل معينة للداخل والخارج بالتزامن مع زيارة الوفد الأمريكي وبظل غياب معارضة حقيقية بخلاف ما حصل أيام الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير وثورة الأرز. لعل وعسى يساعد هذا النداء لقيام حركة استقلالية جديدة لأن المطلوبة مواكبة بكركي بحركة سياسية داعمة. وبحسب المصادر فإن بكركي تدق ناقوس الخطر من منطلق لبناني وليس مسيحي لأن خوف بكركي على الهوية اللبنانية، مشيرة إلى أن البيان يأتي بلحظة شبه اهتمام دولي بلبنان، لا سيما أن هناك احتمالا للقاء يعقد بين الراعي والرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن ما يجري في أفغانستان قد يؤخر هذا اللقاء لكن لن يلغيه بدليل اهتمام الإدارة الأمريكية ومتابعتها لما يجري في لبنان، وهو السبب الذي دفع بكركي للحديث بوضوح بعد سلسلة الحوادث المتنقلة مؤخرا وتخوفها من حصول انفجار كبير قد لا تعرف نهايته وأن الكل بدأ يتلمس هذا الخطر. إلى صحيفة الجمهورية والمنشات تتحدث عن مهمة اصطدمت بحائط، مهمة تشكيل الحكومة التي اصطدمت بالحائط منذ البداية على ما يؤكد المطلعون عن كثب على حركة الوسطاء بقولهم دعونا لا نلف ولا ندور أو نضحك على أنفسنا أو نغش بعضنا البعض أو نضيع وقتنا ونضيع باسم من هنا وحقيبة وزارية من هناك، فطالما أن لغم الثلث المعطل مزروع في طريق الحكومة فلا أحد يحلم بحكومة. وجزم هؤلاء المطلعون بأن العقدة لا تزال هنا ونقطع السطر، فالتأليف لا يتم بالمراسلة ولا يحتاج لا إلى وسطاء ولا إلى الاستعانة بأصدقاء، فالمسألة في منتهى البساطة تحتاج إلى إرادة جدية بالتأليف لا تبدو موجودة حتى الآن، فضلا عن أنه لو كانت هناك نية فعلية بالتراجع عن الثلث المعطل لاتفق الرئيسان عون وميقاتي وولدت الحكومة فورا. وفي موازاة الإيجابيات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية أمس قالت مصادر سياسية مسؤولة للجمهورية ثمت مثل شعبي يقول لو بدت شتى غيمت. ننتقل إلى الشرق الأوسط. استغربت مصادر مواكبة لوساطة اللواء عباس إبراهيم عبر الشرق الأوسط ما أخذ يشيعه بعض المقربين من الفريق السياسي المحسوب على عون من أن ميقاتي هو من يؤخر تشكيل الحكومة لأنه يريد تقطيع الوقت لتفادي الأحراج أمام المجتمع الدولي على خلفية استخدام حزب الله لبواخر المازوت من إيران في حال تزامن وصولها مع وجودها على رأس الحكومة، إضافة إلى أنه يتجنب إقحام حكومته في رفع الدعم تاركا لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرار في هذا الخصوص. وكشفت المصادر عن أن البواخر الإيرانية المحملة بالمحروقات لن ترسو في مرفأ بيروت إنما في مرفأ بانياس السوري، وهذا ما تأكد من خلال المراسلات السرية التي جرى تبادلها بين قيادة حزب الله وأطراف محلية. تقول إن ميقاتي كان أول من أعلم بهذه المعلومات فيما يلوذ عون بالصمت ويرفض التعليق عليها. ورأت هذه المصادر المواكبة لوساطة اللواء إبراهيم أن عون بدخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط المواجهة وانضمام آخرين إليه من طوائف متعددة حشر نفسه بتطييف معركة تشكيل الحكومة، فيما يتموضع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط في موقع المراقب لما يدور في ضوء التشاؤم الذي عكسه بري خلال استقباله له محملا عون مسؤولية هدر الوقت وإضاعة الفرص. وقرر جملاط كذلك كما تقول المصادر الانقطاع عن تواصله مع باريس بعد أن كان قد بادر إلى طرح تسوية لتسريع تشكيل الحكومة لأن البلد بات في حاجة إلى حكومة بأي ثمن لرفع المعاناة عن اللبنانيين. نختم مع الأخبار التي كتبت تفاؤل بقرب تأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع، الباخرة الإيرانية تدخل المياه السورية. الباخرة الإيرانية المحملة بالمازوت دخلت المياه الإقليمية السورية أمس، وبحسب مصادر متابعة للقضية فإن حمولة الباخرة ستنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان بعد تفريغها في أحد الموانئ السورية. وبحسب المصادر فإن جزءا من حمولة الباخرة سيقدمه حزب الله هبة
إلى المستشفيات الحكومية ودور الرعاية على أن تتولى شركة خاصة الإعلان عن آلية البيع للمؤسسات الخاصة ومولدات الكهرباء. وبحسب المصادر فإن سفينتين ستصلان تباعا بالآلية نفسها من دون أن تكشف ما إذا كانت محملة بالمازوت أو البنزين أو بالاثنين معا، مع احتمال انطلاق سفينة رابعة من إيران قريبا. حكوميا قالت مصادر إن الإيجابية التي يحكى عنها ليست نتيجة مبالغات، إلا أن ذلك لا يعني أن مسار التأليف ليس قابلا للعرقلة. مصادر في التيار الوطني الحر أكدت أن تأليف الحكومة لا يجب أن يتجاوز نهاية الأسبوع أو في أي وقت قبل ذلك إذا ما ثبت الرئيس ميقاتي أو ثبت الرئيس ميقاتي على موقفه. وعزت تأخر التأليف إلى التقلب المستمر رفضا وقبولا لدى ميقاتي، إذ ما إن يتم الاتفاق على اسم مثلا حتى يعود إلى رفضه قبل أن يتراجع عن الرفض ليعود إلى القبول. تضيف الأخبار هكذا: وهذا ما حصل لدى اقتراح رئيس الجمهورية اسم القاضي هنري خوري لوزارة العدل، إذ رفضه الرئيس المكلف فاقترح عون اسم القاضي ريتا كرم التي وافق عليها ميقاتي قبل أن يغير الأخير موقفه ويستقبل خوري ثم يبلغ عون موافقته عليه. الأمر نفسه ينطبق على توزع الوزارات وعودة الرئيس المكلف عما سبق أن وافق عليه. نختم بمقال سليمي: لم يحسم زيادة 3900. في منتصف أيلول تنتهي مهلة تعميم مصرف لبنان الذي يعمل الرقم 151 المتعلق بتسديد ودائع الدولار الأمريكي المحتجزة في المصارف وفق سعر 3900 ليرة لكل دولار. في هذا الإطار علمت الأخبار أن حاكم مصرف لبنان رياض سليمي قال في اجتماع المجلس المركزي للمصرف أمس أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تواصل معه طارحا عليه زيادة سعر صرف الدولارات المحجوزة إلى 10000 ليرة للدولار. وفق الرواية التي نقلها سليمي إلى نوابه وسائر أعضاء المجلس المركزي، فإنه وافق كنعان على ضرورة زيادة سعر الدولار المحجوز في المصارف من دون أن يلتزم معه بسعر 10000 ليرة لبنانية، على أساس أن أي خيار بحاجة إلى دراسة وموافقة المجلس المركزي، مع ميل سليمي إلى تأجيل البت بهذه القضايا أياما عدة إلى أن يتوضح مسار تشكيل الحكومة. لكنه قرر إفاد أحد نواب الحاكم، الأرجح أن يكون النائب الرابع أليكس موراديان، إلى اجتماع لجنة المال والموازنة للاستماع إلى رأي النواب في الاقتراح. ومن غير المستبعد أن يمدد سليم العمل بالتعميم وفق السعر نفسه 3900 فترة إضافية.